السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم. هل سنستغني مستقبلا عن الملكية الفكرية في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي؟ اليوم يمكنك الولوج بحرية وبالمجان على مختلف المنصات الرقمية والأرضيات لتتصفح، تقرأ أو كتابا، أو حتى أنك تحمله، تستمع إلى معزوفة موسيقية، أو تشاهد ربما أخبار ومقالات وغيرها من الأعمال الإبداعية. هذه التحف الفنية وراءها أشخاص قضوا العديد من الساعات من الأيام وربما سنوات لإنجازها، ناهيك عن التعب والجهد والمال الذي يقف وراء كل تحفة. فهل حقك اليوم في الوصول إلى المعلومة الفنية والأدبية يعلو على حق المؤلف في ملكيته الفكرية؟ كما يقول فيكتور هيغو: الكتاب ككتاب هو عمل ينسب له، لكن الكتاب كفكرة هو ملك للإنسانية. رأي؟ ما نوع الرقابة التي يمارسها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على المنشورات، أكانت تقليدية أو إلكترونية؟ ثم كيف يمكن التنسيق وتكييف لارمونيزاسيون دي لوا اليوم حتى في عالم تحكمه، كما قلت، السرعة، التكنولوجيا والتنوع؟ أسئلة كثيرة سنطرحها للنقاش حول قانون حماية المؤلف والمؤلفات بصفة عامة. نرجو فقط أن تبقوا معنا، البداية مع موضوع لعباس عبد الجليل ولنا عودة مباشرة. حماية الملكية الفكرية المتعلقة بالأعمال الأدبية والفنية هي أحد الحقوق الرئيسية لأشخاص رسموا من خلال إبداعاتهم وكتاباتهم تاريخ الحضارة الإنسانية، وتركوا موروثا ثقافيا وفنيا يستلزم منا الاعتراف بحقهم في أن تنسب إليهم أعمالهم والعمل على حمايتها بكل السبل القانونية، لا سيما أن وسائل النسخ والقرصنة تعرض المؤلفين والمبدعين إلى ضياع مجهوداتهم وفقدان حقوقهم وتثبيط معنوياتهم. الإنسان اللي يروح يدي لحن ولا باش يسمع ولا باش كذا على طريق القرصنة، يعني أنت بيسك راك دواق للفن هذايا وتحب هذا الفن، أوتوماتيك ما تحب الفنان هذا اللي راك تسمع له. بصح الحاجة اللي راك صدي الطريقة اللي راك تدي فيها هذه الموسيقى أو يعني أي حاجة من الفن، يعني طريقة غير شرعية وما تخدمش الفنان اللي تعزو نتايا. بالنسبة لنا كناشرين هناك آليات واضحة استمدناها من قانون الديوان الوطني لحقوق المؤلف، ألا وهي أولا الحماية كل مؤلف يتم عرضه على الناشر، يكون هناك عقد بين المؤلف وبين الناشر. بنود هذه العقد طبعا تحمي المؤلف وتحمي المؤلف والمؤلف من القرصنة، وكذلك تحمي الناشر، لأن الناشر يصبح شريك في هذه الملكية الفكرية. عملت الدولة الجزائرية على توفير حماية فعالة لحقوق المؤلف من خلال خلق بيئة تشريعية تكفل قيام إطار قانوني لممارسة هذه الحقوق وحمايتها، بالإضافة إلى إنشاء المؤسسة العمومية المتمثلة في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من أجل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين أو ذوي حقوقهم والدفاع عنها. إلا أن العديد من المؤلفين والفنانين لا يزالون يشتكون من تعرضهم الدائم لنسخ مؤلفاتهم وقرصنة أعمالهم. عصر الانترنت وشيوع المعلومة، شيوع المنتجات ذات الطابع الفكري، أصبح عرضة لعديد الاعتداءات. وفي حقيقة الأمر بالنسبة للقانون الجزائري، لما نتكلم على التشريع الوطني، يوجد ترسانة حقيقية من النصوص القانونية، هي المعروفة عند المختصين في المجال بمجموعة أوامر جويليا 2003، والتي تكفل في حقيقة الأمر الدفاع على هذه الحقوق عن طريق ما يسمى بدعوى التقليد، أي أنه كل شخص متضرر من عمل تعدي أو استعمال غير مرخص به
لمنتوجه الفكري يمكنه الالتجاء إلى القضاء. لما تقع الجنحة أو الاعتداء عدنا القانون أعطانا آليات الحجز التحفظي، الإنذار، المعاينة مباشرة. كي ما تحكمش الانفراكسيون درك والاعتداء درك، غدوة راح يكون اتساع أكبر وأكثر. احنا ما عندناش الثقافة، ما عندناش ثقافة. وين نرفع؟ احنا واحد يشتموه درك في فيسبوك مثلا شتم برك، وكي وين نروح؟ كيفاه نرفع؟ يا سيدي وعلاه يا اخي القانون موجود، نصوص موجودة. الآن أنت تحرك النفس، لأنه ما ضاع حق، نقولها الآن إلى كل مبدع وفنان، ما ضاع حق وراءه طالب وفي إطار القانون. الاعتداء على الملكية الأدبية والفنية من شأنه أن يترك آثاراً وخيمة على الإبداع والفكر البشري، وحمايتها تتطلب تضافر كل الجهود وتوفير كل الإمكانات والضمانات من أجل توفير أقصى حماية لهذه الإبداعات البشرية صوناً لحقوق أصحابها. فإلى أي مدى ساهمت التشريعات الوطنية والقوانين الدولية في حماية الملكية الأدبية والفنية؟ إذن مرحبا من جديد. موضوعنا هو إذن الحماية القانونية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. في الحقيقة وعلى العموم مجموعة كثيرة تدخل في إطار هذا القانون، قانون الملكية الفكرية، لكن اليوم ما يهمنا هو الجانب أو القانون الخاص بحماية المؤلف، وهو من أكثر القوانين جدلا اليوم على الساحة الدولية وحتى الوطنية. كما قلت، نتيجة هذه السرعة التي نعيش فيها لأول مرة نشهد تداول كبير للمعلومات والمؤلفات والإبداعات على شبكة الإنترنت. سعيدة جدا باستضافة ممثلة عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السيدة سهام ولي. وأنا أسعد. شكرا على تلبية الدعوة، وكل الترحيب للأستاذ محمد فقير، أستاذ في القانون الدستوري مستشار البرنامج. مرحبا أخت وزياء. مرحبا بكما. أبدأ معك أستاذ محمد فقير من الجانب القانوني حتى نضع المشاهد في الصورة. الملكية الفكرية نسمع بها لدغوا انتلكتويل، لكن كيف نظم القانون هذه الملكية، وما هي هذه المصنفات التي تصنف أو توضع تحت حماية الملكية الفكرية؟ نعم أخت وزياء، لما نرجع للتشريع الجزائري نلاحظ بأنه الجزائر قد انضمت إلى العديد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية، وحتى في جانب ما يسمى بالملكية الصناعية. ولكن ماذا موضوعنا اليوم؟ هو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ثاني أمور هو الدستور الجزائري. الدستور الجزائري يعترف صراحة بأنه كل شخص يتمتع بحقوقه، سواء كانت أدبية أو فنية أو صناعية أو علمية. نتيجة هذا الدستور عندنا العديد من النصوص اللي صدرت منذ الاستقلال إلى يومنا الحالي اللي تنظم الملكية الفكرية. آخر وهو الأمر 035، عنده 17 أو 18 سنة هذا الأمر، واللي ما عرفش أي تعديلات، ولكن عنده نصوص تنظيمية وتنفيذية. هذا يجي يتحدث من أجل حماية حقوق المؤلف وكذلك الحقوق المجاورة. الناس بسطاء ربما يخلوا مجالهم كل وقتهم للإبداع الفني، للإبداع العلمي، يضحوا كثير. الناس تمد أمور معنوية، الناس تمد أمور ربما أنهم هما يفيدوا آخرين وربما ما يستفادوش من الأمور المادية، وبالتالي كان لابد من أن تكون لديه الحصانة. الحصانة الوحيدة الممنوحة لهم هي الأمر 035. ولكن سؤال المطروح، هل حقيقة أن 035 هذا يعطي له الحماية الفعلية والعملية؟ لأنه لما نرجع للنص القانوني يحدد لنا ما هي أنواع هذه الحقوق، يحدد لنا ما هي الجهات اللي ممكن أنه يتجه إليها هذا الفنان أو هذا المبدع اللي خصص أوقاته من أجل إبداع ويفد المجتمع. ولكن نبقى دائما السؤال المطروح، هل حقيقة أن النص القانوني الوحيد المتعلق بالملكية الفكرية الأصل والأم أنه يحمي حقيقة هذا المبدع الفني أو العلمي أو أي أمر آخر؟ إذن كل المجتمعات في العالم تعمل على حماية الثقافة، لأنها شيء معنوي، شيء مرتبط بالأخلاق، باللاماديات الموجودة في المجتمع. اليوم نحن في الجزائر لدينا الديوان الوطني لحماية المؤلف. هل كل الفنانين الذين أو المؤلفين الذين لديهم أصحاب الأفكار، أصحاب العمل الذهني، عندما تكون عنده فكرة ما، عنده إبداع ما، يتقرب من الديوان لوش تقدموا له؟ يجي لعندكم ما بعد ذلك؟ ما هو الإجراء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد باش هو القانون يقول لك الحماية مكفولة بمجرد الإبداع، لكن كي نتطرق كذلك لنصوص القانون يقول لك أن الأفكار غير محمية، وبالتالي لابد أن تجسد هذه الأفكار على أرض الواقع. مثلا إذا كانت مصنف موسيقي لازم يكون يعني تسجيل حامل لهذا المصنف. إذا كان حتى يعني من ناحية المخطوطات فهي هناك العديد من المصنفات المحمية المذكورة في المادة 4 على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. دونك كاين المصنفات المكتوبة، المصنفات الشفهية كما الخطب، المواعظ، الحوارات، كاين المصنفات الموسيقية المغنات بكلمات أو بدون كلمات، المصنفات الدرامية إكسيتيرا. دونك باش تكون هذه المصنفات. إذن بالنسبة لكم المبدع هو من له فكرة، لكن الفكرة لا تحمون الأفكار، إنما تحمون القانون ينص على أن نعم نحمي الفكرة المجسدة، لكن حتى نجسد الفكرة لابد من تمويل ما. هناك في بعض المجتمعات عبر العالم أن الشخص المبدع عندما تكون عنده فكرة يوضحها، لأن اليوم نحن في زمن سرقة الأفكار والكثير من الأفكار تشكل آراء لا علينا، لكنه سيضع تلك الفكرة ويذهب إلى المؤسسة التي تحمي ذلك الفنان وتدعها هناك في انتظار إيجاد تمويل لها. هل نحن نقوم بهذا الشيء؟ محسوب التموين يكون من عند لا أني أحمي فكرتي عندكم أضعها في مكان أخزنها عندكم. عندنا احنا يا نوعين من التسيير. هناك المصنفات اللي تدخل في التسيير الجماعي، هنا يوضع الفكرة باش يتقاضى عليها أتاوة، معناتها تكون محل استغلال، وهذاك الاستغلال يكون مقابل دفع مادي اللي رايح فيما بعد يتوزع للمؤلف ويكون له دخل مكافأة يعني. وكاين المصنفات اللي تودع للديوان لمجرد الحماية البسيطة فقط، يودع. ما هي الحماية إذن؟ ماذا تحمون؟ تحمون المبدع أو الإبداع؟ نحمي قلت لك في بالنسبة للتسيير الجماعي هنا نحمي الإبداع، ونحاول يعني في حالة بيان سور في حالة التعدي في كي تدخل مصنفة تكون داخلة في التسيير الجماعي، هنا عندي الصلاحيات أني نتحرك مباشرة لتحريك الدعوة كيش يقولوا تعويض المعتدى عليه المتضرر، تعديد المتضرر. بالنسبة للمصنفات اللي موضوعة في الحماية البسيطة هنا يكون دور الديوان مقتصر على حتى أنه كي يوضحها لدى الديوان يمنح له الديوان وصل إيداع لاكوزي دو ديبو، فهذاك لاكوزي ديبو هو يمنح سند. الأبوة يمنح الأبوة قارينة، معناتها بسيطة قارينة للأبوة، معناتها في حالة هو مالك للمصنف، في حالة ما إذا ظهر نزاع لابد من إثبات يعني أنه صاحب الحق ويكون النزاع أمام القضاء. النزاعات كثيرة في هذا المجال، لكن سنعود بعد ذلك بعد قليل في القانون. ماذا يقول القانون؟ ما معنى التعدي عن الملكية أستاذ محمد فقير؟ نعم أخت فازية، هنا فيما يخص التعدي احنا قلنا باللي فيما يخص حماية حقوق المؤلف، الشرط الأساسي حتى يكون هذا المبدع أنه محمي لابد أن يكون المنتوج الإبداع الفني يتميز بالأصالة. ما معنى الأصالة؟ أنه ما في شخص آخر قام بذلك العمل، يعني هو اللي بدعه. وعلى هذه قلنا باللي الإبداع. إذا لاحظ أن الشخص هذا ربما أنه لما نشر المنتوج نتاعه سواء كانت أغاني أو كانت عبارة عن مؤلفات أو كتب أو رسومات أو غيرها أو سيناريو، فيما بعد لاحظ أنه أشخاص آخرين رايحين يتعدوا له، وما يسمى احنا في القانون وسماها الأمر 0305 بما يسمى بجنحة التقليد. وهذه جنحة التقليد من المفروض قبل أن نوقع فيها في عدة أعوان اللي يحموها، سواء أعوان ديوان سواء أعوان وزارة التجارة اللي كافحوا في مصلحة خاصة بالغشي والتقليد. لما يشوفوا بعض مثلا اللي سيدي تاع أغاني أو أحاديث أو خطب أو ربما منشورات أو ربما رسومات أو ربما تماثيل يلقوها بأنه مستنسخة من أشخاص آخرين بدون رخصة وبدون ما تدخل في الاستثناءات اللي نص عليها. هذا تعدي؟ هذا أكيد هنا تعدي، تعدي على الحق. وهنا أكيد النص تحدث على العقوبات في مواد 154 و153 فيها الحبس من 6 أشهر إلى غاية 3 سنوات وغرامة مالية من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم. ولكن صدقيني لو نرجع للعقوبة، لما يبدع الفنان في منتوج أنه قضى معه 20 سنة مخرج ربما كتاب أو ربما وضع صورة أو ربما كذا، فيما بعد يجي شخص يبيعها وتدخل له أموال كبيرة ونعطوا له غرامة 50 مليون سنتيم أو 6 أشهر، وفي بعض الأحيان ما كاش العقوبة
العقوبه ما كانش عقوبه السجن، هنا ربما نقول بانه ما كانش توازن ما بين الضرر وما, نعم. وما بين التعويض اللي تحصل عليه هذا الفنان المبدع. نذهب الى نقطه التعدي، قلنا انه عندما يكون فيه تعدي تكون فيه عقوبه ولا عقوبه بدون نص صحيح، لكن متى يعني نقول انه هذا تعدى على الملكيه؟ عندما ناتي بهذه الابداعات الى مؤسستكم نضعها، كيف تقيمون ان هذا ابداع جديد، ان فيه شرط الاصاله وانه لم يقم قبل ذلك لاعتباره ابداع؟ او سمحي لي برك نزيد تعقيب لما قاله الاستاذ، انه التعدي ليس فقط او جنحه التقليد ما تاخذ صوره برك اني نقلد او ناخذ، لانه الاوريجيناليتي او الاصاله في حد ذاتها هي معناتها انه المصنف يحمل طابع او بصمه شخصيه للمؤلف، اي جينيرالمون سي الاخ القاضي هو اللي يقدر يحدد لك هذه. ولكن حبيت نقول انه التعدي ما ياخذش غير هذه الصوره، قد يكون التعدي انك في الماده 52 تقول لك ياخذ كذلك صوره التقليد ويكيف جنحه رفض الدفع اتاوى حقوق المؤلف، انك تستغلي مصنف مثلا في مكان عام او تستعبلي مصنف كان فون دو سونوريزاسيون ولا دون ان سبوت بوبليسيتا بلا ما تكافئي المؤلف وتعطي له حقه مقابل ذلك، كيفاتو لوتونونس صدر الامر كيفو على انه كذلك جنحه التقليد رفض دفع الاتاوى. اذا كان القانون ينص على هذا، الواقع يقول شيء اخر. اليوم تذهب الى اي مكان تجد اغاني لفنانين في فنادق، في مطاعم، قلنا في قاعات الحفلات نسمع الاغاني، هل هؤلاء كلهم يدفعون اتاوى لهؤلاء الفنانين؟ كلهم لا، هذه يعني كما يقولوا مستحيل. هل هم على درايه انه لابد ان يدفع اتاوى بانه تعدي؟ معظم المؤسسات الفندقيه والمطاعم المهمه حتى كذلك المؤسسات لي زورغانيزاتور دو سبيكتاكل المسارح قاعات السينما اغلبيتهم يعرفوا وعندنا دي كونفونسيون معاهم. مي ريسكو عندنا قضايا على مستوى المحاكم على مستوى المجالس القضائيه وين كما قلت لك على اساس هذه الماده انهم رفضوا يدفعوا هذه الاتاوى. طيب ناتي الى نقطه اخرى، تفضل استاذ فخري. نعم، ولكن هنا احنا سؤال نطرحه على نفسنا اخت فازيا، لما هل حقيقه الديوان ولا الجهات المعنيه عندها الاعوان اللي باش تعاين هذه المخالفات؟ كيف يتم المراقبه؟ تحدثت على المراقبه. نعم، لانه في الواقع احنا نشوفوا شحال كاين من قاعه حفلات وشحال كاين من مقهى وشحال كاين من مطعم. هل حقيقه هنالك الاعوان والامكانيه عمليا باش نشوفوا المعاينه؟ رانا عندنا 1541 بلديه، عندنا 2,300,000 كيلومتر مربع في الجزائر، هل حقيقه عندنا الامكانيات باش نديروا المعاينه لهذه المخالفات؟ لانه ربما اننا قادرين نعينوا جهه معينه من الوطن، ولكن هل قادرين نعينوا كل وطن؟ حق الرد مكفول، الاصاله، الاوريجيناليتي. اليوم نشوفوا باللي المجال تاع الفن راهو مجال يعني كل يوم رانا نشوفوا حاجه جديده ونشوفوا أغاني، نشوفوا كتابات، خاصة كتابات جديدة، مقالات. إلى أي حد أنتم تراقبون الأصل في هذا في ذلك الإبداع الذي يودع لديكم؟ من يقوم به؟ هل عندكم يعني اون بانك دو دوني وعندكم دي لوجيسيال اللي يقدروا يديتكتيو لو كما يقول لك لو كونتروفي دو في؟ في هذا المجال قلت لك نميز بين نوعيه المصنف. اذا كان المصنف داخل في التسيير الجماعي دونك باغ اكزومبل كيما لي زوفر ميوزيكال، هذوما عندنا اون كوميسيون لجنه التصنيف ومنح الابوه، هم عباره عن مختصين يقوموا بسماع للمصنف وبناء على خبراتهم ويتم ليكسبيريونس ديالهم هما اللي يحددوا اسكو اون اوفر سادير ماشي اوريجيناليتي. بون يقول لك باغ اكزومبل في لي زوفر ميوزيكال يقول لك لي بارول ديالو لا ميوزيك ديالو ولا انسبيري دون اوتر اوف. نذهب الى الكتب المؤلفات، هل لابد للكاتب للمؤلف الكتاب ان يدع عندكم المؤلف ديالو قبل ان ينشره على الساحه؟ لانه نشوفوا دي بيغاتاج، يعني نشوفوا انه ادباء ربما يسندون هذا الكتاب لفلان وفي حين انه فلان هو الذي بالنسبه للكتاب داخل في التسيير الفردي. احنا مجرد
الحماية البسيطة يقدر يوضح حتى كي نقولوا كيكون مانوسكري مخطوط حتى قبل النشر يمكنه إيداعه لدى الديوان حتى لا يتعرض لمثل هذه التعديات. طيب مثلا أنا عندي رسم، أرى رسم تنفاز يعني ربما، وهنا أريد أن أضعه عندكم، يعني راح نصنع هذه التحفة وأذهب عندكم لأدحها حتى أتحصل على الحقوق الملكية. هذه التحفة الفنية تخضع لحق واحد أو عدة حقوق لأنه فيه شكل معين، فيه وسائل معينة، هل ستشاهدون تلك الوسائل إذا كانت جديدة مقارنة بما كان؟ احنا يا باغزومبل ناخذوا لو كوتي ارتستيك، ما ناخذوش باغزومبل لو فاز فيه لو موديل فيه لا فورم، هذا يدخل في الملكية الصناعية. في الملكية الصناعية نعم. تو سكي ارتستيك باغزومبل تقدري تبروتيجي عندنا لو ديسان، تقدري وإن لم يتم الإيداع عندكم وتم ربما يعني كوميرساليزي هذاك البرودوي على يعني في الساحة، هل يمكن أن يقاضي ربما غدا الجهة التي بطبيعة الحال إذا كانت عنده المستندات والوثائق اللي تثبت؟ كيف يثبتها؟ باغ اكزومبل كيما حنا لو ديسان قلت لك سي جوست ان اكوزي دو ديبو كي بريزوم لو بروميي ديبوزون، دونك حنايا نعطيو لك القرينة أنت الأول اللي ديبوزيت راهو ديالك جوسكا بروف دو كونترير. الأبوة تعود إليك. طيب نذهب إلى نقطة الأبوة. الأبوة يعني أنه المؤلف يأخذ البصمة نتاعو يسند إليه. ننسب المصنف لصاحبه معناتها. وبالتالي يترتب عن هذا حقوق أستاذ فقير. نعم أكيد هناك حقوق، وهي الحقوق أول مادية. شيء هي الحقوق المادية وكاين الحقوق المعنوية. الحقوق المادية وهي المقابل اللي راح يتلقاه هذا الشخص من عرض إبداعه الفني على الجمهور، يعني سواء وهذا هو الهدف منه أنه يكوميرسياليز البرودوي تاعو يعني. وفيه الجانب المعنوي وهو السمعة تاعو واسمه والبصمة تاعو هذيك، وهي اللي خلى القانون أنها ما تتقدمش وأنها تبقى محمية مدة طيلة حياة، يعني حتى بعد وفاة هذا الشخص يبقى اسمه. مثلا شخص اللي يدير كتاب لما يتوفى الكتاب هذا يبقى اسمه حتى بعد مرور 50 سنة المحدد بالنص القانوني، نعم. يبقى ملك للعام، ولكن الاسم ما نقدروش نغيروه، هو ملك هو وهذا ملكه. اللي خلى بضرورة حمايته. أنا نشوف باللي الجانب المعنوي كذلك ربما بعض الفنانين يخلوه أحسن بالنسبة لهم من الجانب المادي، وش يقول لك أنا الجانب المادي ما ديتش، ولكن على الأقل نحتفظ بالجانب المعنوي، نعم. فمن المفروض أنه الهيئات تحافظ لي وتحمي لي، نعم. الجانب المعنوي اللي راح يبقى تراث بالنسبة لي وبالنسبة للعائلة تاعي. طيب نذهب إلى نقطة أخرى إذا سمحتم. تحدثت في البداية أنه هل يمكن أن نستغني مستقبلا عن هذه الملكية في زمن الرقمنة والعولمة؟ تحدثنا عن هذا الإبداع التقليدي، ماذا عن الإبداع الإلكتروني، الإبداعات التي تبث عبر وسائط مختلفة عبر أرضيات مختلفة، هل أنتم تحمون هذه الإبداعات؟ بطبيعة الحال كما قلت نقعدوا دائما في كما يقولوا لا باز ليغال تقعد هي بما اننا منضمين الى معاهدات كما سبق الاستاذ وذكر معاهدات دوليه، ومبدا سمو المعاهده الدوليه يلزم الدوله يعني وضع قانونها الداخلي وفقا للمعاهده. بالتاكيد سي فري كو عمليا كيف هي الحمايه كعمليا كيف تعملون على حمايه ما يصدر وما ينشر؟ هناك اصدار باغ اكزومبل كيما لي بلاتفورم، مانيش نقول لك عندنا كالكو بلاتفورم على باليش لا نقدر نذكر ولا با جو سي با، مي كاين دي بلاتفورم اللي راهم كونفونسيوني مع لوندا وين عطينا لهم رخصه استغلال المصنفات بناء على الوكالات اللي زاديرون ديالنا وكلونا فيهم يدفعوا الاتاوه اللي توزع على المؤلفين. كيف نفسر اذا انا اذا قلت انا ان 70% من المستهلكين لكن اليوم لهذه المنتوجات هم شباب، وكلنا وشباب وغير شباب كلنا عندنا انترنت اليوم مع لا ديموكراتيزاسيون نتاع الانترنت نقدروا ندخلوا نحملوا تحميل دونك سي تيليشارجمون تنسخ كذلك نعم كل هذه لا فيجواليزاسيون كذلك مشاهده افلام لكن بدون ان ادفع اي مبلغ اي اشتراك. كيف نفسر هذا؟ وهذا يحدث عندنا عندما يتعلق ب ديزوفغ يعني ابداعات صنعت مجد الامه ومجد الجزائر. هذا صور من صور التقليد يعني لجنحه التقليد اللي ذكرها الاستاذ. هذا تقليد طبعا لانه استغلال مصنف بدون رخصه وبدون دفع الاتاوه المستحقه يعتبر يكيف على انه تقليد. قلت لك احنا بالنسبه لي هناك نلعب على الجانب التحسيسي والتوعوي في حاله ماشي في حاله عندنا اون ستاسيون دو في نقوم ب مراسم
مراسله لا بلاتفورم كونسيرني يكون الاستجابه في بعض الحالات قلت لك عندنا كلكو كونفونسيون كما يكون كيش نقولوا اون ريزيستانس في الكثير من الحالات الا انه لونكراج جوريديك الحالي ما يعطيناش ما يسهلناش المهمه. طيب اليوم لسنا فقط في نطاق التوعويه، لابد ذهاب الى العمل لتطبيق قوانين صارمه، لان الناس راهي تاخذ دراهم من هذه الببليكاسيون. وي هو اكطويلمون كاينه اون كوميسيون كي اون تران دي تخدم على القانون على مشروع تعديل لوردونونس. نعم، وحنا نتمنوا انه بهذه المناسبه، لانه انا قبيل قلت لك بانه هذا الامر 0305 راه عنده 17 او 18 سنه. 18 سنه ما عرف اي تعديل، يعني نقولوا احنا وكانه مليح، ولكن من الناحيه العمليه لما نرجعوا للديوان الوطني لحقوق المؤلف اللي ربما هو يتبع النص القانوني ما عندوش الاليات ربما اللي احنا ربما يكون سلطه الضبط، يعني دخل عنده ما يسمى بالضبط البوليسي، كيف ذلك عنده يكونوا اعوان حقيقيين يتمتعوا بالضبطيه القضائيه انهم يتدخلوا تلقائيا، ما ينتظروش هذا الفنان، لانه الفنان ما دام ابدع وما دام انه نشر منتوجه وما دام انه ربما مسجله بطريقه قانونيه، فلماذا ربما الان ما تكونش كاين اجهزه واليات اللي تحمي هذا التعب تاع هذا الفنان؟ لانه لابد اننا نعرفوا بانه الفنان من بين القلائل اللي ما زالت تخدم بإخلاص وبنية ومن قلبها، وبالتالي يحتاجون هؤلاء الفئة اللي ربما في كثير أنها تشتكي وأنها ترفد همومها إلى السلطات، أنه لابد من إحداث في هذا المشروع القانوني الجديد آليات اللي تحميهم وتعطيهم حقوقهم اللي تعبوا منها، خاصة حقوقهم المعنوية. والحق في أنه المؤلف عندما يبدع حقه الطبيعي ليس الملكية، لأن حق الملكية هو حق مكتسب، لكن الحق الطبيعي هو أن يعيش من هذا الإبداع، المكافأة، لا ريمينيراسيون. لكن هناك من يقول أننا نحن في زمن الرقمنة والعولمة وتبادل المعلومات، حرية تداول المعلومات يطفو على كل الحقوق الأخرى، كيف يمكن أن نبقي على مؤلف ما مدى الحياة لصاحبه وخمسين سنة بعد ذلك؟ ألا يقتل هذا الإبداع؟ ألا يحد من حرية الناس في الوصول إلى هذه المعلومة الفنية، استهلاك وإمكانية إبداع أشياء جديدة؟ ما نشاطركش الرأي، لأنه إحنا في كما يقولوا الجوهر أو لب القانون هو حماية، يعني نكفل حماية كيش يقولوا أكبر للمؤلف. وبالتالي هو طول حياته لا رينيميراسيون اللي كنت تهضري عليها اي سون دوا مورال، ما نهضروش على دوا مورال باسكو ما عندوش ديوري دو مدى الحياة. لا رينيميراسيون باتريمونيال أو العائد المادي هنايا للمؤلف مكفول له طول حياته. وبالنسبة حاليا راهي 50 سنة بعد وفاته، ثم بعد وفاته يتقاضوها ليزيون دوا على الورثة، ومن بعد مدة 50 سنة يسقط المصنف في الديوان. إلى أن هناك اتجاه إلى، لأنه لا كونفونسيون دو بيرن تقول لك لو مينيموم سي 25 25 سنة، لكن أغلب الدول المتقدمة رفعت هذه المدة اللي هي حاليا في الجزائر 50 سنة، رفعتها إلى 70 سنة. نعم، إي جو بونس كو راح يكون هذا ثاني مشروع تعديل إن شاء الله. بين النقاط اللي الوقت يداهمنا، سأذهب إلى نقطة أخرى. سيد محمد، أستاذ محمد فقير، أقول إذا كانت صورة فوتوغرافية مثلا، أخذت صورة فوتوغرافية وقمت عليها بتعديلات، يعني جلس كاني وبدأت عليها تعديلات وأخرجتها كتحفة فنية، هل هذا يعتبر إبداع؟ هل هو تقليد؟ هل هو اقتباس؟ إلى أي مدى تكون الاقتباس والتقليد والنسخ كل هذه الأمور تعتبر تعدي على هذه الملكية؟ نعم، كقانوني أنا نجاوب على هذا السؤال بعد ما نتأكد من الخبرة الفنية اللي يقوم فيها المختص في هذا العمل. إذا لاحظ أنه المختص في هذا العمل أو الخبير، لأنه ربما القاضي لما نطرح له هذا النزاع اللي تتسألي ليه، نعم اختفازية كثير، لما يلجؤوا إلى القضاء من أجل المنازعة، أول حاجة هذا عمل فني، هذا عمل إبداعي مختلف الاختلاف والإبداع هنا والأصل، يعني هنا القاضي يعين الخبير، والخبير يقول هل حقيقة فيه ما يسمى بالأصالة في هذا العمل، يعني فيه أصالة وهنا نقول هنا إبداع، ولكن إذا ربما كانت إضافات خفيفة أو كذا وبدون رخصة، هنا يدخل ضمن ما يسمى بجنحة التقليد ويعاقب عليها تبقى للنص القانوني. طيب، نقطة أخرى حبيت نسأل أنا يا حول المنتوج الموسيقي الجزائري، لماذا نحن في الجزائر نشتري الأسطوانات الموسيقية بثمن أقل 3 أضعاف بما نشتريه لنفس الموسيقي نفس المطرب في الخارج؟
هذا يعود إلى ثقافة المجتمع الجزائري. لو كان نعرف أنا ياك نربي النشأ على أنه أن سي دي رخيص بين على كاليتي تاعو راح تكون أقل، يعرف بأنه شيء راح يشري أن سي دي بيغاتي ولا كونتروفي سي شيء محظور، كأنه راح يشري مثلا مخدرات أو يعني أي شيء محظور آخر أو سلعة غير مشروعة. لو كان تربينا على هذا الشيء ما تلقاياش شكون يشري ما كاش شكون يبيع. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. مشاهدينا ابقوا معنا في سؤال المواطن مباشرة. إذن مباشرة مع السؤال أستاذ محمد فقير، يقول صاحب سؤال: صدر أمر من المحكمة يقضي بوقف أشغال البناء على أو من طرف المدعى عليه وكل من يشتغل بإذنه، ويقول السيد لا زال يواصل أشغال البناء، ما حكم القانون؟ نعم، في هذه الحالة نقول بأنه لابد أن المحضر القضائي يروح لهذا الموقع البناء ويتأكد من حقيقة أنه ما زال الشخص يواصل في أشغال البناء بالرغم من صدور الأمر بوقف الأشغال، وأحيانا تكون تحت الغرامة التهديدية. حرر محضره بالحقيقة أنه ما زال متواصل أشغال البناء، انتمى عليك إلى التقدم أمام وكيل الجمهورية، تقدم شكواك على أساس عدم التقليل من شأن أحكام قضائية وسيتم متابعته جزائيا، وبإمكانك في نفس الوقت أنك تطالب بتصفية الغرامة التهديدية. نعم شكرا، نلقاك الأسبوع المقبل دائما في ركن الاستشارات القانونية. ربما كسؤال أخير فقط السيدة سهام والي، اليوم نحن نعيش في هذا العالم المملوء اللي فيه حرية، كما قلت حرية تبادل المعلومات ومجانية المعلومة سواء إبداعية فنية أو تقنية أو غيرها. اليوم هناك شباب كثير يعمل وينشط على مختلف المنصات، يأخذون أغاني ويأخذون كلمات، يأخذون مقاطع من أفلام ويلصقونها، يمزجونها ويخرجون إبداع جديد. هل هذا إبداع جديد؟ هل هذا ربما هو لا يتعدى على الملكية؟ وخاصة أن يقول لك فيه حرية، فيه المجانية، وفيه الرغبة في زيادة المزيد لهذا العالم الإبداعي. صحيح، هذا السؤال يعني في كثير وعديد من المناسبات نتلقى هذا ليبر دو دووا، يهضر لك على دي زوفر ليبر دو دووا. دونك يفو سافوار بلي انك تدنى للمصنف اصلي ديجا موجود باش تعدل منه، كاين على اساس الحق المعنوي للمؤلف هي سلامه المصنف. ما عندها باش نمس بسلامه المصنف لابد من رخصه المؤلف الاصلي نفسه. وإلا ما احترمتش هذا الاجراء يعني ما طلبتش الرخصة يعتبر المصنف الجديد يعتبر قرصنة، يعتبر تقليد، يعتبر تقليد تقليد لأنه من بين. لكن اليوم في العالم كيما لو تيليشارجمون مثلا في بعض الدول يقول لك سوتوريزي مسموح منه، لأنه هي ممارسة ثقافية دخلت على مجتمعاتنا، فعلى القوانين أن تتأقلم. يقول لك نيوتن: إذا استطعت أن أرى بعيدا لأنني وقفت على أكتاف العظماء والعباقرة. إذا هذا الشاب قدر أنه يعمل إبداع جديد أو حاجة مختلفة لأن أنه أخذ من هذا الأصل. نفس الشيء بالنسبة للاقتباس أو الترجمة، إن ما تقدرش تكون عندك مصنف جديد إلا ما استعملتش المصنف القادم، إلا أنه في بعض على غرار بعض الاستثناءات والحدود وين ما نلجأش للترخيص. نعم شكرا. هذه في حالة مثلا زعما لكن القانون لابد أن نعم ربما أستاذ فقير سيعدل هذا القانون وينسق مع ما يحدث من حولنا. لابد هو أمر حتمي وأمر ضروري، حماية للفنان وحماية حتى للإقتصاد. هل كلنا معتادون على هذه الملكية بما أننا نشاهد ونتلشارج؟ كلنا معتادون على هذه الملكية نوعا ما. نعم شكرا شكرا سيدتي سيدة سهام والي، أنت ممثلة عن مؤسسة لوندا، إذن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. أستاذ محمد فقير نلقاك الأسبوع المقبل، شكرا لكم وإلى اللقاء.